السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكام يوم اللي فاتوا من ساعة ما التقينا معاكم آخر مرة يوم الاثنين اللي فات، كانت الأيام اللي فاتت أيام زاخرة بالأحداث. ولو تتذكروا اللقاء اللي كنا عملناه مع الدكتور طلال أبو غزالة واللي توقع فيه اللي هيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، فعلا كان كلام حقيقي جدا ومتحقق على أرض الواقع. دكتور طلال لسه عنده حاجات تانية يقولها لنا، وإن شاء الله يوم الاثنين هيكون معانا هنا برضو على الهواء عشان خاطر يقول لنا ماذا نتوقع في الأيام المتبقية لفترة ترامب وغيرها من الأحداث حول العالم. لكن مبدئيا تعالوا نبدأ بالأحداث الساخنة والمهمة اللي حصلت خلال الأيام الماضية. عايز ابتدي من عند خبر الحقيقة هو خبر